يسعد أوقاتكم أحبائي ويعطيكم ألف عافية. وصفتنا لليوم هي صينية الكفتة بالبندورة على طريقتي، خليكم معانا حتى تشوفوا طريقة عمل الوصفة. عنا هون كيلو من لحم الغنم، طبعا فيه دهن، نسبة الدهن تركتها مثل ما هي فيها، ما قمتها منها. حطينا عليها ضمة بقدونس مفرومة فرم ناعم جدا، بصلة مبشورة بحجم وسط، وسن ثوم مبشور. رح نضيف على الخليط هذا كمان معلقة طعام من البهارات المشكلة، وبدنا نحط كمان ربع معلقة طعام من الفلفل الأسود. حطيت كمان معلقة طعام من الملح. الملح خلينا نقول خليه يكون حسب الرغبة كيف ما أنتوا بتحبوا. وفي عنا كمان معلقة طعام من معجون الطماطم. حركت المكونات كلها مع بعض، صارت عندي الكفتة جاهزة لحتى نمدها بالصينية. هلأ بالنسبة للحمة الكفتة، اللي بحب يخليها لحمة غنم مثل ما أنا عملت هون بيصير، واللي بحب يخلط نص لحمة غنم ونص من لحم البقري كمان بيصير. إشي برجع لكم. رح أعمل ثقوب زي ما أنتوا شايفين هيك بالصينية. قطعت عندي هون حلقات من البطاطا، وعنا حلقات من الطماطم أو البندورة الطازج. رح نضيف عليهم رشة من البهارات المشكلة، رشة من الفلفل الأسود، ورح نحط كمان شوي من زيت الزيتون، وممكن تستبدلوه بالزيت النباتي. بنحرك كل هالمكونات مع بعض. طبعا ما تنسوا الملح، الملح حسب ما انتوا بتحبوا. رح نحركهم بشكل كتير منيح، ورح نبدأ نصفهم على الصينية. طبعا بدنا نبدأ بالبطاطا بالأول، وبعدها بنصف فوقها حلقات الطماطم، ورح أحط عليها حلقات كمان من البصل والفلفل الحار. ضفنا حلقات البصل بالآخر، وحطيت قرنين من الفلفل الحار. بنرجع بنقول لكم الفلفل الحار اختياري، بس هو بيضفي طعم كتير طيب للكفتة. رح أحط معلقة من معجون الطماطم، معلقة طعام بنص كوب من الماء. رح أحركهم بشكل كتير منيح وأضيفهم على الكفتة. وآخر شي رح نغلف الصينية بورق الألمنيوم، ورح أحطها بالفرن على درجة حرارة 180 أو 200 حسب حرارة الفرن عندكم. رح أتركها تقريبا ساعة وربع. بعد مرور ساعة وربع تقريبا الصينية عندي استوت، الخضار واللحمة مستوية تماما. رح أشيل ورق الألمنيوم، ورح أحط الصينية بالفرن مرة تانية حتى تنشوى من الأعلى وتاخد اللون الذهبي. هيك بيكون الشكل النهائي لصينيتنا بعد ما شويناها كمان من الأعلى. بتمنى إنكم تجربوا هالوصفة وتنال إعجابكم. صحتين وألف عافية، وإلى اللقاء مع وصفة جديدة.